سلام شباب، اليوم راح نتكلم عن طريقة تشغيل الريجستريشن ميموري او الريجسترات اللي إلها علاقة بتشغيل كل ريجستر مخزن عندنا. اوكي، بيشغل لي 8 ريجسترات تحت الشاشة على طول. هاي هي الريجسترات. اوكي، فالحين طريقة تشغيلها بتروح اول شيء بتضغط اكزيت على اساس اذا كنت انت فايت على شاشة ثانية تفتح لك الشاشة الرئيسية. في عندك هون آخر مفتاح عند حرف الجي، بضغط عليه، مقابله موجود عندك ريجست، بضغط عليه بيدخلني على اليوزر إذا كنت أنا مخزن ريجسترات بالجهاز، أو من خلال التاب بروح على اليو اس بي إذا كان عندي يو اس بي مخزن عليه الريجسترات. في حالة إن اخترت أي ريجستر من هاي الريجسترات الموجودة عندي، فليكن هذا الريجستر، بضغط واحد بشغل لي هاي الصوت. كل واحد من هاي الريجسترات عندك بشغل لك صوت. هاي طريقة تشغيل الريجسترات بشكل عام. إذن عندك الشاشة الرئيسية حرف الجي، تختار أي ريجستر من الريجسترات، من خلال التاب بتروح على اليو اس بي. طبعا الشباب اللي باخذه من عندي أنا الفلاش أو اليو اس بي، عندك بتحصل الريجسترات في 00 ريجستر، بتضغط عليها بيفتح لك كل أنواع الريجسترات الموجودة عندك. في شغلة تانية، إذا بدي أشغل المالتي باد، بشغل المالتي باد، بضغط هون على سيلكت مقابل المالتي باد. طبعا هاي بتعطيك ارضيات، نفس الفكرة، بتفوت على اليوزر تختار مثلا هذا، او في منها ون ستوب عشان واقفة، في مثلا اصوات بقى مرات زي زغريت بالنسبة للمالتي باد. فهي طريقة تشغيل المالتي باد، انك تضغط على السيلكت بتروح على اليوزر، او اللي باخذ من عند الفلاش بحصلها تحت مالتي باد، تضغط عليها بيطلع لك هاي الاشكال، تضغط على اي واحد منها وبتنزل تحت بشغل لك الارضية. طبعا هاي الارضيات اساسا بدك تقسم عليها. هاي طريقة تشغيل المالتي باد والريجستر. خلينا نحكي بشكل سريع عن تشغيل الإيقاع. بطلع اكزت برا، في عندي هون عندي مقابل حرف الدي، عندك الدي أساس تشغل الإيقاعات من خلال اليو اس بي أو من خلال التاب. طبعا تنتقل ما بين اليوزر واليو اس بي من خلال التاب. شوف لاحظ كيف بتغير عندك على اساس تدخل على الايقاعات او على اليو اس بي بالنسبه لك او اليوزر. هاي الطريقه بشكل عام وبطريقه سريعه على اساس بدك تشغل الايقاعات. طبعا في عندك طريقه ثانيه تشغيل الايقاعات من الاكسبنشن يوزر، برضو نفس الشيء، من التاب تتنقل ما بين اليوزر واليو اس بي. طبعا ان الشباب بتاخذ من عندي الايقاعات بروح على التاب اليو اس بي، بعمل اب، بدور على ملف اسمه كويتي خليجي، تحصل فيه كل ايقاعات العدني، العراقي، دوسري، الاماراتي، الغربي، كل هاي الايقاعات بتحصلها من مجرد ما تدخل انت على اي ايقاع. اوكي، اي ايقاع من الايقاعات بتحصلها اشتغلت معك، تضغط على مقابلها وبتنزل تحت تعمل تشغيل لها. هاي بالنسبة لتشغيل الإيقاعات. شغلة أخيرة، عملية تشغيل الإكسبنشن في حالة أخذت الجهاز من عندي، في عندك على اليمين إكسبنشن يوزر، تضغط عليه بيشتغل معاك اللوبات الموجودة. تضغط هون طبعا هي كل اوكتاف عندك بيشغل لك صوت من الاصوات.
يعني الأكتاف هاي، هذا أكتاف، مفتاح من الأكتاف تضغط تختار هون أي واحد مقابلها، طبعا تختار لك ايقاع من الايقاعات الموجوده بالجهاز، معظمها هاي اللف الايقاعات او اللوبات الموجوده بالاكسبنشن يوزر على اليمين تشتغل معك على ايقاع اللف. كيف بشغله؟ بروح على الاكسبنشن يوزر على اليسار.